نحن اللي خلينا ان شاء الله نحضر المقابله الجايه بتاعنا كما يلزم، سيرتو بعد الكوب دي موند المنتخب قاعد ماشي في نسق به، ان شاء الله هذا يكون بدايه لنا ان شاء الله للاهداف نتاعنا اللي قاعدين نحضروا فيهم ان شاء الله. فوالا نتكلموا على فاز جديده بعد الكوب دي موند، يعني كيفاش تشوف المشروع الجديد نتاع المنتخب قبل الاشيونس اللي هي تقريبا ماشيين للكوب دافريكا، كيفاش تشوف الثوب الجديد نتاع المنتخب؟ لا والله ياك تشوف فما ثوابت في المنتخب، ولكن فما عناصر جديدة قاعدة تدخل للمنتخب وقاعدين نسهلوا لهم أكثر الدخول في الجو معنا. شفنا الأولاد الكل حاضرين كما يلزم، الأولاد الكل فرحانين بتمثيل المنتخب الوطني التونسي، لقاوا الأجواء كل ممتازة، إن شاء الله يكونوا معنا كما يلزم. وعندنا أهداف كما قلت لك، إن شاء الله تبدأ بالكاليفيكاسيون الأولانية إن شاء الله كوب دافريك، وبعد عندنا أهداف أخرى إن شاء الله نمشيوا لها بالواحد والواحد إن شاء الله. علي في البينالتي أنت حبيت مالك من اللوم تفاهمين شنو بالضبط؟ لا فما ديزينياسيون المدرب حاطط ثلاثة ملاعبية، كنت أنا أول واحد تفاهمت، كان يوسف يحب يمركي لكن في الأخر تفاهم لينا زادة كيف من المنتخب، أهم حاجة هي المصلحة، دونك فما ديزينياسيون فما ترتيب نتاع ضربات الجزاء كيف اللي يمركي عليه يمركي يوسف يمركي أي واحد، ليسونسيال أنه الكرة تدخل الشبكة. وكاو علي نتبع برشا ميديا في مصر يقولوا علي أحسن محترف في دخل مصر، شنو رأيك فيكم كيما هكا؟ واحد يخدم على روحه كهو الكلام، والله انا ما نتبعش مانيش اجور على الميديا، مانيش قاعد نركز، قاعد نخدم على روحي، عندي دي زوبجيكتيف نحب نعملهم، دونك حاجه باهي كي نسمع هكا، دونك ان شاء الله الواحد يكمل يخدم على روحه وديما يحط ساقيه على القاع، مازال قدامنا برشا خدمه ان شاء الله. عايش.